بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر كل من يراسلنا، كل من يسأل علينا، ربي يحفظكم ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. حنا اليوم حنكملوا في اللغة الفرنسية مع درس صفحة 73 73. هذا الدرس جد مهم، نتمنى أنكم تركزوا معايا جيدا وركزوا فوالا. وهذا الدرس من الدروس اللي ممكن انها تحف الامتحانات. داكوغ، اذا جو ديكوفر لي مو، انا اكتشف الكلمات. لي لو ديالوغ، اقرا الحوار، هو حوار بين اثنين، حنقراو الحوار. لو ديالوغ هو الحوار. جي مي دو سوكر دون لو لي. جي مي دو سوكر دون لو لي. انا وضعت السكر في الحليب. Le lait هو الحليب. Le lait هو الحليب. Ce lait est buvable. Ce lait est buvable. هذا الحليب صالح للشرب. في المقابل واش رانا نشوفو؟ Je n'ai pas mis du sucre dans le lait. Je n'ai pas mis du sucre dans le lait. انا لم اضع السكر في الحليب. Ce lait est imbuvable. هذا الحليب غير صالح للشرب، يعني غير صالح. imbuvable، وهنا buvable صالح. اذا ماذا نلاحظ؟ هنا نبداو الدرس وماذا نلاحظ. اذا نحن نعرف ان الجمله إما تكون جملة تقريرية اللي هي تكون على شكلها على فورم أفيرماتيف، ولا تكون الجملة على شكلها المنفي يعني على فورم نيجاتيف. حنا هنا حنشوفو لا فورم نيجاتيف. داكور، لا فورم نيجاتيف. واش هي لا فورم نيجاتيف؟ هنا فقط حتشوفو نو با. نو واحيانا تكون ان ابوستروف با. داكور، ان ابوستروف با. ماذا يعني هذا؟ حنا نعرفوا ان الجمله في اللغه الفرنسيه تتكون من سوجي زائد الفيرب زائد الكومبليمون. يعني سوجي من فاعل زائد فعل زائد مفعول به. الجمله تتكون بهذا الشكل وشفناه في الفصول اللي فاتوا. داكور، مثلا نعطيكم مثال. إيل يعتبر سوجي، وأحيانا سوجي يمكن هضرنا عليه أيضا في دروس فاتت. سوجي يمكن يطيح كيما برونون بيرسونيل، يمكن يطيح أنو بروب كيما سميرة، أمل، كنزة، فريد، ياسين. فهمتوني؟ إذا إيل هنا يعتبر فاعل سوجي. إيل الفيرب نقولو مونج. إيل مونج complément المفعول به. il mange des fruits ولا دي ليغوم ولا دي بونبون. داكور، il mange des fruits. هو ياكل الفواكه. حبيت نرجعها منفيه، هو لا ياكل الفواكه. داكور، يعني حنقولوا il، حنا نعرفوا باش تولي منفيه هنا الجمله في حالتها الطبيعيه. داكور، باش تولي منفيه حيقعد لو سوجي هذا، حيقعد لو فيرب الكومبليمون، ولكن حذاري هنا قبل الفعل، جوست قبل الفعل حنديرو نو، وبعد الفعل حنديرو با. هذا مكان نو با. نو نقاط، نقاط هذوك حاب يقول الفعل يجي هنايا با. اذا نو يجي الفعل يجي با. هذا مكان. اذا انا نشوف نحوس على الفعل تاعي، ها هو الفعل تاعي. اذا هنا جوست هنا قبله حندير نو، وهنا بعده حندير با. داكور، هنا الجمله حتكون بهذا الشكل. هذا هو الفعل. اذا كي نروح انا نكتبها واش قالت لي المعلمه، رجعيها نيجاتيف، يعني رجعيها منفيه. جوست الفعل، ها هو الفعل، حندير هنا نو، هنا حندير با. الو، il ne mange pas des fruits. il ne mange pas des fruits. هو ياكل الفواكه، هو لا ياكل الفواكه. داكور، il ne mange pas. في اللغه الفرنسيه نديرو ne pas ونديرو فعل في الوسط. داكور، نزيدو مثال آخر لي يعني ترسخ الفكرة. مثلا نقولو لو شيان
Le chien est... نقولو le chien est dangereux. Yalla. Le chien est dangereux. D'accord. Le chien est dangereux. الكلب خطير. يكون خطير. إذن حنرجعوها نيجاتيف. حنحوسو الفعل. هاو الفعل تاعي. إذن عندي فارة هنا وهنا. D'accord. عندي قبله وبعده. إذن حندير le chien. عاود نقل الجملة تاعي. هاو الإي تاعي. est dangereux. D'accord. إذن هنا حنقول le chien. Ah d'accord. معليش. هذه ني با. الو هنا باغ كونط هنا الى روماركيتو تقعد في تدخل في هذه القاعده الثانيه هو نفسه داكور ولكن وعلاش هنا درنا نو وهنا درنا انا بوستروف هنا درنا انا بوستروف لان ما يتلاقاوش دو فوايل في اللغه الفرنسيه داكور ما يتلاقاوش حب يقول ما نقدرش نقول نو اي با ما عندها معنى نو اي با كاين فوايل تاع نو كاين فوايل تاع الفيرب اتر راهو في البريزون داكور هذا هو الفيرب اذا ما نقدروش يتلاقاو دو فوايل هذه نحيوها وتولي ابوستروف هذه تروح وتولي ابوستروف يعني حبي يقول القاعده هنا وشنو كي تكون عندك فوايل هنا الفيرب اللي يجي هنا يكون فيه فوايل ولا فيه اش موي داكور الا كان عندك فوايل ولا اش موي اش حدير ان ابوستروف داكور يعني اذا جاتك فوايل هنا يكون تبدا بفوايل حدير ان ابوستروف هذا ما كان باسكو ما تقدرش يتلاقاو دو فوايل راكيكا لا معنى لها اذا لو شيا ني با دونجور رد بالك كي تلقى الاتر ولا الافوار هنايا دير ان ابوستروف الا ما لقيت فعل عادي ما يبداش بفوايل دير نو با يعني قاعده نفسها لهذا ولهذا بس جوست كو هنا نديرو ابوستروف هذه داكور اذا نزيدو مثال نقولو ياسين ياسين غامس Yassine ramasse des cailloux. Yassine ramasse des cailloux. يعني Yassine يجمع les cailloux. هي حجارة صغيرة. حجر الصغار هادو نقولهم les cailloux. كي تكون حجرة صغيرة هكا حجرة صغار هكا نقولهم les cailloux. و la pierre. La pierre هي حجرة كي تكون كبيرة بلوكة هكا حجرة كبيرة هكا نقولو une pierre بصح كي يكونو هادوك الحجرات الصغيورين هادوك نقولو لي كايو ياسين غامس دي كايو ياسين يجمع الحجرة الصغيرة حنا نرجعوها منفية واش قلنا قلنا نحوسو على الفعل هاو الفعل هنا لو سوجي هذا الفعل الفعل يعني عندي هنا وهنا نزيدلو هنا ندير نو لماذا ندير نو با هنا لأني ما عنديش فوايل لو كان جات فوايل ندير ان ابوستروف بما انه ماهيش فوايل نتمنى انكم فهمتوا حندير نو اذا هاو الفعل تاعي غامس انا نخلي شويه لي تسع دي كايو داكور اذا واش حنقول هنا نو هاو الفعل انا نسحق هذا المكان وهذا المكان نو با اذا ياسين نو غامس با دي كايو ياسين لا يجمع الحجاره الصغيره داكور زيدو مثال مون فرير joue mon frère joue sur le sable اخي يلعب فوق الرمل هكا حنا نرجعوها نيجاتيف حذاري وراه الفعل نحوس على الفعل دائما دائما عرفوا هذا هو سوجي هاو طويل سوجي هنا مون فرير هو سوجي هاو الفعل جو جو باردون يلعب هذا هو الفعل اذا عندي هنا وهنا داكور اذا حنقول مون فرير عذروني على الكتابه الطريقه اللي نكتب باش نغاول يعني نغاو سمحوا لي المهم الفكره توصل ولكن غنقول باش نكملوا الدرس مون فرير جو باش الفيديو ما نقسمهاش على اثنين سور لو سابل اذا واش غنقولوا مون فرير هنا نسحقوا هذا المكان اللي قبل الفعل وبعد الفعل مون فرير نو جو با داكور مون فرير نو جو با سور لو سابل نتمنى انه يعني مفهوم اذا كان ماشي مفهوم راسلوني بعثوا لي ماهوش مشكل عاود نفهمكم J'ai acheté. Ana ishtereitu une robe. Ana ishtereitu tannoura. D'accord. J'ai acheté une robe. Hna nafs elchay. Hna n'afou bli hada houa elfi'l. Avoir. Le verbe avoir rahou fi le présent. D'accord. Hna rana j'ai acheté une robe. Hna andna hada elfi'l. Idhan wach hndir? Hatqoulou li حتقولوا لي هذا هو الفعل لا هنا هذا هو الفعل هذا لو سوجي وهذا لو فيرب
داكوغ، هذا لو سوجي، هذا لو فيرب افوغ. اذا واش راح ندير انايا هنايا؟ راح ندير ان ابوستروف. لماذا حندير ان ابوستروف؟ حنسحق هذا المكان وهذا المكان. لماذا حندير ان ابوستروف؟ لاني عندي فوايل، عندي الا، قلنا كي يكون الفوايل راح ندير ان ابوستروف. بيان سور ما نقولوش جني با اشتي، نقولو جو ني با اشتي، يعني هنا لازم ندير او. هنا حنزيد او. لماذا ما نقولش جني با اشتي؟ نقولو جو ني با اشتي، جو هذا لازم يولي سوجي جو، ندير ان ابوستروف و البا. نتمنى انه يكون واضح. هذا كي يطيح لكم الافوار وكي يطيح لكم الاتر حديروا ان ابوستروف و البا في مور الفعل. داكوغ، نتمنى انه يكون واضح. نكملوا الدرس تاعنا. اذا هنا سيبوم على فورم نيجاتيف اللي هي الجمله في شكلها المنفي. هنا شوفوا سولي اي بوفابل، هذا الحليب صالح للشرب، هذا الحليب غير صالح، امبوفابل غير صالح للشرب. داكوغ، اذا راكو تروماركيو هنا عندنا بوفابل و امبوفابل، عندنا بوفابل وعندنا امبوفابل، عندنا هنا بوفابل امبوفابل امبوفابل. داكوغ، بوفابل امبوفابل، شروب يعني صالح للشرب، غير صالح للشرب، صالح للشرب غير صالح للشرب. داكوغ، صالح للشرب غير صالح للشرب. ماذا تلاحظون هنا؟ انا زدنا اي ام، كي نزيدو اي ام اللي هي هنا عباره عن بريفيكس، لو بريفيكس اي ام معروف انه البريفيكس نزيدوه قبل الغاديكال، هذا هو الغاديكال. حنا حنزيدو له اي ام، يعني البريفيكس نزيدوه قبل الغاديكال. اذا حنزيدو البريفيكس هنا في الاول باش نعطيو عكس الجمل، عكس الكلمه باردون. بوفابل ام ام بوفابل. داكوغ، اذا حنا الاي ام هذا عنده قاعده، باغ كونطخ الاخرين ما عندهمش قاعده. كاين بزاف يسالوني يقولوا لي هاي هناك قاعده باش نعرف وقتاش ندير دي ولا زعما داكور ديزاكور، لا ما كاش قاعده. ولكن هنا في الاي ام عنده قاعده، لو كان طبق هذه القاعده تعرف وقتاش دير اي ام وقتاش دير اي ان. اذا الاي ام نديروه قاعده انه الاي ام نكتبوه كي يكون دوفون، يعني دوفون شنو الاي ام نديروه كي يكون دوفون ام بي بي. حفظ هذه الحروف لابنك. الاي ام نديروه دوفون ام بي بي، يعني اذا كانت الكلمه تبدا بالام راح ندير اي ام، اذا كانت الكلمه يعطيها لي تبدا بالبي راح ندير اي ام، اذا كانت الكلمه تبدا بالبي راح ندير اي ام. نعطيكم مثال باش تفهموا. اكزامبل، مثال مثلا ميتابل، ميتابل نزيدو بريفو، prévu prévu défaut possible buvable. يلا ناخذ لي تاعنا buvable c'est du possible. يلا alors mettable prévu buvable possible. mettable يعني شيء يمكن اني نلبسه، يمكن لبسه. mettable يعني شيء تقدر تلبسه. prévu يعني متوقع، شيء متوقع. buvable صالح للشرب، possible ممكن، ممكن. اذا mettable حنا نشوفه هنايا وبدا بالام، كي تشوفي بدا بالام ولا بالبي ولا بالبي، داك الكلمه تاعك يبدا بالام ولا بالبي ولا بالبي، نديرو اي ام سهله. عندي الام إذا راح نزيد له اي ام، ونقل الكلمه الغاديكال نقلو، ما نبدل فيه ولا شيء، نقل جيدا هذه الاخطاء. نفس الشيء عندي البي حندير له اي ام، ام بريفو، ونقل الغاديكال تاعي. داكوغ، عندي هنا بوفابل ام بوفابل ام بوفابل، بوسيبل امبوسيبل امبوسيبل، بوسيبل امبوسيبل. داكوغ،
هذا ري داكور. حنا عندنا ميتابل يعني يمكن لبسوه، ام ميتابل الي ام ميتابل هذا لو بونطالون ما يتلبسش كاع، بريفو امبريفو يعني شيء متوقع شيء غير متوقع، بوفابل ام بوفابل صالح للشرب غير صالح للشرب، بوسيبل ممكن، امبوسيبل غير ممكن، امبوسيبل يعني كي تلقى البي ام بي بي حفظهم لابنك، ام بي بي كي تلقى ام الكلمه تاعك تبدا بالام ولا بالبي ولا بالبي دير له اي ام يجي معاه الاي ام، والكلمات الاخرين ومن بعد انت شوف واش اللي يصلح معاها، ولكن هنا في هذا الدرس اللي راح نشوفه هو الاي ام والاي ان. اذا نكملوا مع الدرس. هنا قال لك بيان سور كي نزيدوا الاي ام هو باش تلقى العكس داكو، الضد، ضد الكلمه لو كونترير، الضد لو كونترير هو الضد. بوفابل ام بوفابل، مانجابل ام مانجابل، بوسيبل ام بوسيبل، بوفابل ام بوفابل. كي نلقاو الام ولا البي ولا البي راح نزيدو اي ام. نتمنى انه يكون واضح. ريغارد لي ديسان بوي لي لي فراز، ريغارد لي ديسان انظر الى الرسومات، بوي لي لي فراز ثم اقرا الجمل، لي فراز هما الجمل. ياسين رومبلي لو سو دو، لو سو اي utile. Yassine remplit le seau d'eau. Yassine remplit يعني عمر le seau d'eau. Le seau قلنا هو الدلو، دلو الماء. اذا Yassine عمر دلو الماء. Le seau est utile. الدلو يعني مفيد يعني صالح، utile يعني صالح يعني له فائدة. هنا لو سو اي كاسي، لو سو اي كاسي الدلو مكسر، الي انوتيل هو بدون فائده، هو غير صالح يعني انوتيل ما نقدرش نستعمله، لا يمكن استعماله لا فائده منه لانه مكسر. داكو راهو هنا مكسر الدلو. اذا واش رانا نلاحظوا هنا ايضا، قلنا اوتيل انوتيل، اوتيل انوتيل يعني ايضا حتشوفوا بانكم يمكن انكم تضيفوا البريفيكس اي ان باش ديروا الضد، يعني داكور باش ديروا الضد ايضا يمكن اضافه اي ان، كيما هنا عطاك يوتيل، يوتيل نزيدوا اي ان ونكملوا نعاودوا نكتبوا الجمله الكلمه تاعنا انوتيل. داكور يوتيل انوتيل هنا باش نمدوا الضد، ولكن تقولوا لي هل هناك قاعده؟ لا يوجد قاعده، داكور لا يوجد قاعده، ولكن انت كي تعرف هادو ما تزيد لهم الاي ام لي قعدوا لك دير لهم اي ان. مثلا هنا قال لك افيك تا كاماراد او بيان طون كاماراد مع صديقك او صديقتك، اكري دون طون كايي لي كونترير دي مو سويفون، اكتب على كراسك ضد الكلمات التاليه. هو عطاك كلمات حاول ديرهم وحدك، اكسبتابل، اشيفي، اتوندو، praticable ou pardonnable. Alors, acceptable, يعني شيء مقبول. Achevé, achevé, يعني شيء منجز. Attendu, هو شيء متوقع. Praticable, يعني شيء عملي. Il est pratique, نقدر praticable, عملي. Ou pardonnable, يعني pardonnable, مثلا ندير حاجة اللي باردونابل نقدر نسمح لك عليها، يمكن اني نسمح لك نغفر لك عليها نسمح لك عليها. داكور اذا هنا قال لك ديروا لو كونترير لي كونترير تاع هاد لي مو. حنا واش نشوفوا هنايا بما ان الدرس راه يدور على الاي ام والاي ان، حنا نعرفوا بلي الاي ام كيعطيك ضد يعني اكتب بالعكس، حتستعمل اما اي ام ولا اي ان في هذه الدروس. اذا الاي ام حنا نعرفوا انه يجي مع البي بي ام، بي بي ام. اذا كي نعرف بلي عندي شوف بي بي ام، عندي هنا بي اذا حيجي معاه اي ام، عندي البي حيجي معاه اي ام سي بون، ولي قعدوا لي هو اي ان. حاب يقول اكسبتابل ان اكسبتابل، نزيد برك اي ان، ان اكسبتابل ونقلوا الكلمه نقلوها صحيحه، لان بزاف تلاميذ كي ينقل كلمه يتسرع يكتب كلمه واحده اخرى كاع ينقص لها. ان اشوفي اشوفي ان اشوفي، اتوندو ان اتوندو، نقولو إن ما نقولش أن، ها
هذا inattendu, inachevé, inacceptable. Inattendu. هنا بما أنه أي بدأ بالبي احنا قلنا القاعدة اللي فيها P, B, M حنزيد له إي أم. إذن هنا حنزيد أم. هنا نقوله أم أم بخ أم أم براتيكابل أم براتيكابل يعني شيء غير عملي. باردونابل أم باردونابل يعني ما نقدرش نسمح لك ما شيء ما نقدرش نسمح لك عليه. أم باردونابل سي أم باردونابل وش درت مثلا أم باردونابل D'accord, impardonnable. Et then, هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. حبيت تمنيت أني نكمل معليش نكمل معاكم لا فيديو راهي 20 مينوت طويلة شوية ولكن معليش نكمل لكم هذا rapidement لأنه مليح هذا لا conjugaison تدخل وحنا شفناها الدرس اللي فات. جو كونجوغ انا اصرف حذري الصرف حذري حفظوا حفظوا الصرف لي لا فراز اقرا الجمله لان اذا تعلم الابن تاعك الصرف الان العام الجاي ان شاء الله سنه خمسة وفي الاعوام المقبله ان شاء الله كي يروح للسيام ما يكونش عنده مشكل داكو. اذا كان عنده مشكل الان في الصرف نحيه له في العطله ولا ما هو شروطه داك طونك مازال ما لحقت سنه خمسة يمكن انه يتدارك لو غوتار تاعو لي لا فراز لا كونجوغيزون تحفظ 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 سو سوار جو تو راكونتري ليستوار دو لا بيتيت غوت دو هذا المساء سوف أروي لك قصة قطرة الماء الصغيرة. هنا شفنا قلنا لو فيرب راكونتي او فيتور سامبل. فيتور سامبل قلنا هو المستقبل البسيط. فيتور سامبل هو المستقبل البسيط داكوغ مستقبل البسيط. هنا رانا عندنا لو فيرب راكونتي راهو ينتهي ب او ار يعني راهو يدخل في المجموعه الاولى لو بروميير جروب لي تيرمينيزون يتحفظوا. جو راكونتري اي تو راكونترا اس ايل راكونترا ا ال راكونترا ا نو راكونترون او ان اس فو راكونتري او زد ايل راكونترون او ان تي ال راكونترون او ان تي. وحذاري الفعل هنا في لو فيتور سامبل راهو سهل يتنقل الفعل كومبلي كيما راهو نقلو وزيد لو لي تيرمينيزون ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي داكور. حذري لازم يفهم انه في الفوتور يغاردي الفعل كي ما راهو كومبلي. رولي بو كونجوغي لو فيرب شونتي او فوتور سامبل اربط لتصريف الفعل غنى في المستقبل البسيط. دوما غدا سي لا سيريموني دو لا سي لا سيريموني باردون دو لا فان داني. دوما غدا سي لا سيريموني دو لا فان داني غدا هي حفله نهايه باردون السنه. الو جو واش نقولنا في لو فوتور جو شونتري اي. اذا جو شونتري اي حنربطوها مع جو شونتري dans la chorale de l'école. هذا يتقرا كو je chanterai dans la chorale de l'école. انا سوف اغني في جوقة المدرسه جوقة يعني جوق. tu chanteras alors واش نقولوا tu chanteras a ولا tu chanteras a s يلا je chanterai a i tu chanteras a s très bien راهي هنا مكتوبه واضحه هنايا a s اذا tu chanteras A, S. Then, نجيو لهنا. Il chante. Très bien. Il chantera A. Elle chantera A. هو وهي سوف يغني. سوف تغني. هو سوف يغني. Nous. Est-ce qu'on peut le nous chanterons O, N, T ou là nous chanterons O, N, S. حذري. Je chanterai A, I. Tu chanteras A, S. Il chantera A. Elle chantera A. Nous chanterons O, N, S. Très bien. Nous chanterons ONS, vous chanterez EZ, ils chanteront, ou elles chanteront, neuf saf le référencier, ou hiya, ONT, fil jama. D'accord. Écris la forme du verbe qui convient, puis lis. اكتب شكل الفعل المناسب ثم اقرا. ياسين, demain, tu. اذا عندنا هنا tu téléphonerais. Tu téléphonerai à I, tu téléphoneras à S. Alors tu ou Shijimaha. Je téléphonerai à I, tu téléphoneras à S. Hana narfu ji à I, à S. D'accord. Idan haiji à S. Tu téléphoneras. Hadi hiya écrit la forme. Hatnaqal nta hadi hanstar halk hadi la. Tu téléphoneras à S. Idan Yassine, demain tu téléphoneras quand tu nafs tu arrivera. Est-ce que j'ai arrivera bl a ou la arrivera bl a s? Très bien, j'ai arrivera bl a s. Tu y j'ai معاه l a s. Hada non. Idan, demain tu téléphoneras
Quand tu arriveras à Timimoun, غدًا سوف تهاتفني عندما سوف تصل إلى تيمومون. أميرة. Oui, je téléphonerai. Très bien. Je téléphonerai. Je téléphonerai. نعم سوف أهاتفك. ما سيني سا. Nous donnerons ou là nous donnerai. Très bien, nous donnerons. Nous donnerons du lait à ton chat en ton absence. سوف نحن سوف نعطي الحليب لقطتك لقطتك plutôt non le chat ou قط لقطتك في غيابك. Nous donnerons du lait à ton chat en ton absence. Pardon. Tanina, vous, je crois que vous monterez ou là vous monterons. Vous, jemaa hada men lez, vous monterez sur les chameaux. يعني قالت لهم سوف تصعدون على الجمال. Les chameaux هما الجمال. جمع جمل. Quelle belle aventure. يا لها aventure, يا مغامرة. يا لها من مغامرة جميلة. Tanina, vous monterez sur les chameaux. Quelle belle aventure. أنتم سوف تصعدون على الجمال. يا لها من مغامرة جميلة. إذن نشكركم على المتابعة. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إلى فيديو أخرى نقول لكم صحة فطوركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.